الو، هلا هلا. ايه نعم نعم، خلك منتظره، واول ما يخلص من التدريب هات لي في مكتب. جود جيم فايز، جود جيم. وين كنت تلعب قبل؟ نادي تشيلسي. كنت في لندن مع أبوي يوم حصل على الدكتوراه في الهندسة. من المفروض أن نرجع رغم أن انضميت الفريق الأشبال. إنزين، والحين عقب ما رجعت لبلادك مستعد تنضم لفريقنا؟ بمستواك هذا يا فايز، مع الاجتهاد والتركيز ممكن أنك تنضم لمنتخب قطر للناشئين، وهذا أكبر شرف لأي لاعب كرة قطري. هلا بالكابتن فايز، ها ايش رايك في مكتبي؟ مكتبك حلو يا يبا، احلى من مكتبك اللي في لندن. ما قلت لك ترى بلادنا حلوه، حلوه وايد يا ولدي. صح كلامك، بس انا كنت العب في نادي كبير من اكبر انديه العالم، والحين ضمانه في النادي الفريق الاشبال. الاستاد هذا بيكون جاهز لمونديال 2022، واسمه استاد الريان. أما هذا اسمه استاد الشمال، وهذا استاد الغرافة، وبيكون من أجمل الملاعب في 2022. ولا راح تلاقي ملاعب في العالم أجمل ولا أعجب ولا أحدث من ملاعبنا اللي بنسويها في قطر. وانت زعلان ومضايق نفسك لأنك خليت تشيلسي؟ أنت يا ولدي بتلعب حق بلادك، اجتهد وخل عنك أي شيء ثاني. شفت صورة هالملعب من قبل؟ أكيد أنت تعرف عن مدى اهتمامي بالمعلومات والكمبيوتر. أنا حملت جميع ملفات قطر 2022 من الإنترنت، شفت وقريت عن كل الملاعب اللي بيسوونها عندنا بقطر. عيني عليك باردة يا راشد، موسوعة متنقلة. أنا أتوقع لك مستقبل وتكون كاتب أو صحفي في المستقبل يا راشد. تدري يا فايز، إحنا خذينا براءة اختراع بتكييف هذه الملاعب، وانها صديقة للبيئة بعد، وان بعضها قابل للتفكيك بعد نهاية البطولة، وبنتبرع فيها حق بعض الدول الافريقية، وانها فايز. اسمعني اصدقائي المشاهدين في ملعبي هنا في الدوحة، هنا الكرة طويلة على التوازن من الدرجة بروس كتيرة باشا، افتين على واحد وكرة خطيرة، والهدف الاول يعمل اكسيلاسيون يهرب على اليسري، هنا الخطاف في الدفاع وفي تبك والتسديدة ممتازة. يا فايز شل شغلك يا ابوك، من ساعة ما رجع وعلق صورة الاستاذ وعينه ما نزلت عنه. هلا يدي، كنت اتخيل نفسي في سنة 2022 وصرت لاعب في منتخب بلادي قطر اللي بيشارك في المونديال. هذه يا فايز مو بحلم يا ابوك، هذه امل، ولا هو صعب عليك، يتحقق ان شاء الله. ما هو بصعب اني العب في المنتخب، لكن الصعب اتخيل ان نلعب المباراه النهائيه يا يدي. يا فايز احنا ما كنا نحلم ان بلادنا قطر تفوز بتنظيم كاس العالم، لكن يا ولدي روح التصميم والاراده عند الرجال قادت الى نجاحنا التاريخي، وهالروح بتكون دافع من اجل صناعه التاريخ وتحقيق هدف الانتصار بالكاس بيتحقق بكم انتوا يا شباب. يا ليت يا يدي، الله يسمع منه. ونقطة ضعف وكرة خطيرة وفرصة، كرة ممتازة جدا من سفر فاول غشر على دميان، اخطر كرة على مرمى الحارس. يعمل كرة ممتازة لكل الورقة الجوكر للمدرب الرهيب قطر ويسجل الهدف الثاني.